بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه أربع جمل. الأولى قوله: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وهذا فيه تنبيه على أنه لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا من مؤمن بالله ورسوله. أما المنافق فإنه لا يتأهل لهذه الميزة العظيمة. الجملة الثانية: والذين كفروا، هذا مقابل الإيمان، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فلا يقاتل في سبيل الطاغوت إلا كافر، فالذي يناصر الشيطان فإنه كافر، يناصره بالقول أو بالفعل أو بالقتال، فإن هذا علامة على كفره والعياذ بالله. ثم الجملة الثالثة: فقاتلوا أولياء الشيطان. ما دام أنهم أولياء للشيطان ويناصرون الباطل فقاتلوهم لأجل القضاء على شرهم، لأنكم لو تركتموهم لانتشر الفساد في الأرض، وانتصر جند الشيطان على عباد الرحمن. قاتلوا أولياء الشيطان. الجملة الرابعة قال جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالله جل وعلا أخبر المؤمنين بأن كيد الشيطان الذي زين لهم هذا الخروج عن طاعة الله وقتال أولياء الله أنه من ضعف الشيطان، لأنه لما عجز عن الوصول إلى طاعة الله وطرده الله من رحمته بسبب أنه تكبر عن طاعته حينما أمره بالسجود لآدم، فإنه أوى إلى هذا الكيد والمكر، يريد أن يهلك معه بني آدم. لما علم أنه هالك أراد أن يهلك معه بني آدم انتقاما من أبيهم آدم عليه السلام، ولكنه ضعيف. إذا تقابل مع المؤمنين فإنه ضعيف، وإن كان يوعد ويتوعد ويغر أولياءه، كما قال الله جل وعلا وإذ زين قال في الكفار يوم بدر: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإذا تقابل جيش الرحمن وجيش الشيطان فإن جيش الشيطان مهزوم، إلا إذا كان في جيش الرحمن خلل فإنه قد ينهزم بسبب ذلك الخلل الذي عنده. أما لو كان جيش الرحمن وحزب الرحمن متأهبا للقتال وسالما من الخلل فإنه لن يهزم أبدا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما دام أن كيده ضعيف فإن كيد أوليائه ضعيف أيضا،
فلا تخافوا مما عندهم من مظاهر القوة ومن مظاهر الأسلحة ومن مظاهر الغنى والثروة، فإنهم أولياء الشيطان وكيد الشيطان ضعيف مهما تراءى للناس أنه قوي. فهذا فيه تقوية عزائم المؤمنين على أعداء الله في كل زمان ومكان، وأن لا يخافوا من سطوتهم وقوتهم، فإنها سطوة ضعيف، والذي يعتمدون عليه ويقودهم ضعيف، كما حصل منه يوم بدر. وإذا تقابل الحق والباطل فإن الباطل منهزم، كما قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فهذا فيه تطمين للمسلمين في أنهم جند الله عز وجل ويقاتلون في سبيله، وأن مقابلهم جند الشيطان وكيد الشيطان ضعيف، والله جل وعلا هو القوي العزيز، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا فيه تقوية عزائم المؤمنين وتثبيتهم ووعدهم بالنصر إذا هم استكملوا أسباب النصر من القوة الإيمانية والقوة المادية وحسن النية، فإن أسباب النصر تنتج النتيجة المرجوة منها بإذن الله عز وجل. وهذا فيه أن الناس ينقسمون إلى فريقين: إما حزب الله وإما حزب الشيطان. كل الخلق لا يخرجون عن هذه القسمة، إما أن يكونوا من حزب الله وإما أن يكونوا من حزب الشيطان. الله جل وعلا يقول: ألا إن حزب الله هم المفلحون، ويقول: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهذا يوجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يقووا صلتهم بالله وأن يحسنوا تعاملهم مع الله حتى يكون الله معهم في مواقفهم، وحتى يمنحهم النصر والتأييد. وهذا يسير على من يسره الله عليه، ولكن هذا يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى عمل صالح ويحتاج إلى تعلم العلم النافع الذي ينير البصائر ويثبت القلوب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.